تناول 1 جرام يوميا من حبة البركة أو الحبة السوداء لمدة 2 لـ4 أسابيع بيقلل من مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، وبينظم مستويات السكر وضغط الدم، وبيساعد في علاج التهاب المفاصل. في حلقة النهاردة هنتعرف مع بعض على أهم 10 فوائد طبية لحبة البركة المعروفة بالحبة السوداء، واللي قال عنها رسولنا الكريم شفاء من كل داء إلا السام. هنعرف أفضل طريقة لاستخدامها والكمية المسموح بيها، ومين الناس الممنوعين من تناولها. أنا محمود جمال، ودي حلقة جديدة من برنامج وقاية. أول فايدة من فوائد حبة البركة هي الوقاية من السرطان، وده بسبب احتوائها على مادة السايموكينون، ودي المادة الفعالة الرئيسية في حبة البركة، واللي تعتبر من أفضل وأقوى مضادات الأكسدة الطبيعية. بيكون لها دور مهم جدا في حماية خلايا الجسم من الشوارد الحرة اللي بتسبب الإصابة بالسرطان، وبتحفز كمان القتل الذاتي للخلايا السرطانية ومنع انتشارها. علشان كده تعتبر الحبة السوداء فعالة جدا في الوقاية من أنواع كتيرة من السرطانات زي سرطان البروستاتا وسرطان الثدي والرحم وسرطان الدم. والفايدة التانية للحبة السوداء هي دعم الجهاز المناعي، وده بسبب دورها في منع حدوث الاضطرابات المناعية، ودورها المهم في العلاج والوقاية من الأمراض المناعية زي التهاب المفاصل الروماتويدي. والفايدة الثالثة هي علاج التهاب الحلق، بتساعد حبة البركة في علاج التهاب الحلق، وده بسبب تأثيرها كمضاد طبيعي للبكتيريا والفيروسات، بيساعد في علاج التهاب الحلق وعلاج التهاب وتورم اللوزتين، وكمان لها تأثير فعال في علاج الكحة والتهاب الجيوب الأنفية، وبتساعد في تحسين التنفس، وتعتبر من العلاجات القديمة والفعالة جدا في تخفيف أعراض الرجل. والفايدة الرابعة هي خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، بيساعد تناول 1 جرام من حبة البركة يوميا ولمدة 2 أسابيع في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، وبيكون له دور كمان في زيادة مستويات الكوليسترول الجيد المعروف بالـ HDL، وده بيساعد في خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين. والفايدة الخامسة هي تنظيم مستويات السكر في الدم وعلاج مقاومة الإنسولين، وده بسبب تأثيرها في تنشيط خلايا بيتا المسؤولة عن إفراز الإنسولين من البنكرياس، ودورها في زيادة معدل حرق الدهون في الجسم، وده بيساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم للمرضى اللي بيعانوا من مرض السكر من النوع الثاني، وبيساعد كمان في التخلص من دهون الكبد وعلاج مقاومة الإنسولين، وله تأثير فعال في نزول الوزن بشكل طبيعي. والفايدة السادسة هي زيادة الخصوبة والقدرة الجنسية عند الرجال، بيساعد تناول حبة البركة في زيادة عدد الحيوانات المنوية وزيادة حجم السائل المنوي، وده بيكون له دور واضح جدا في زيادة القدرة الجنسية عند الرجال وتحسين الخصوبة وعلاج العقم. والفايدة السابعة هي تنشيط الكبد، بيساعد تناول حبة البركة في تنظيف الكبد من السموم والدهون المتراكمة فيه، وده بيحسن من وظائف الكبد، وكمان لها دور مهم جدا في تقليل الحمل الفيروسي على الكبد في المرضى اللي بيعانوا من التهاب الكبد الوبائي C. والفايدة الثامنة هي علاج الأمراض الجلدية، بيساعد استخدام زيت حبة البركة بشكل موضعي على الجلد في علاج الصدفية والإكزيما وحب الشباب، وكمان لها دور مهم جدا في تسريع التئام الجروح. والفايدة التاسعة هي علاج قرح المعدة وجرثومة المعدة، وده بسبب تأثيرها الطبيعي كمضاد للبكتيريا والطفيليات، ودورها في تقوية وحماية جدار المعدة، وده بيخليها واحدة من الطرق الطبيعية الفعالة في علاج قرح المعدة والقضاء على جرثومة المعدة وعلى الديدان والطفيليات المعوية. والفايدة العاشرة هي تقوية الذاكرة، وده بسبب احتوائها على مضادات أكسدة قوية بتحسن من نشاط خلايا المخ، ودورها في تحسين النواقل العصبية، ده بيساعد في تنشيط الذاكرة وعلاج النسيان وزيادة التركيز والانتباه. فوائد حبة البركة أو الحبة السوداء كتيرة جدا، وتقدر تستخدمها بشكل آمن يوميا، لكن بكمية لا تتعدى 1 جرام يوميا أو ما يعادل نص معلقة صغيرة. وأفضل طريقة لتناول بذور حبة البركة هي مضغ البذور يوميا على الريق صباحا، أو إضافتها على الأكل ومضغها وسط الأكل. وممكن كمان تعتمد على زيت حبة البركة بمتوسط 1/4 معلقة صغيرة يوميا على المية أو الأكل، لكن مهم جدا تقوم من مصدر موثوق. وكمان متوفر منها مكملات بتحتوي على مستخلص بذور حبة البركة، وهي الأفضل من ناحية تركيز المادة الفعالة لو هتستخدمها في العلاج. والممنوعين من تناول حبة البركة هم المرضى اللي بيستخدموا أدوية بتزود من سيولة الدم، لأن تناول حبة البركة بيزود من سيولة الدم، وده ممكن يعرضهم للنزيف. وكمان يفضل عدم تناول حبة البركة مع الحوامل، ومهم جدا انك تتابع قياسات السكر والضغط بانتظام لو هتستخدم حبة البركة، علشان تتجنب اي انخفاض مفاجئ في مستويات سكر الدم او ضغط الدم. دمتم دايما بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.